السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طالعين حلقة مختلفة نوعا ما كده للتشجيع، مش لعرض المهارات اللي احنا بنعرضها عليكم والسكيلز اللي بتظهر. النهاردة زينب حالة من الحالات اللي خست معانا زمان. احكي. وندمانة. بص يا جماعة، انا جاية بعترف ايوه يعني. تمام. انا فعلا كنت بادئه مع الدكتور 130 ووصلت ل 96 واستهبلت واستعبطت يعني وسبت الدنيا. تمام. انا حاليا كنا دلوقتي بادئين كيتو، كنا بادئين كيتو الكلام ده من السنه اللي قبل اللي فاتت، صح؟ 2018. 2018 وخاصه وصلت ل 96، والنهارده رجعت بقت كام؟ 111. تمام. بس ما رجعتش 115، ما رجعتش ال 130، لحقت نفسها في النص. لحقت نفسي. تعال نشوف ايه اللي رجعها لحياتها القديمه. هل هي الموضوع ضغوط نفسي ام استهبال؟ ايوه كله. ام استعباط؟ بصوا يا جماعه، اهم حاجه بجد دوروا على نفسكم، دوروا على صحتكم، دوروا على حياتكم. ما تسيبوش نفسكم خالص بجد، ما تندموش يعني بجد. اللي انا ندمانه فعلا ان انا سبت نفسي، ندمانه فعلا ان انا من نوع العاطفي شويه. فلا، ما تستسلموش يا جماعه، وقاوموا، واهم حاجه احبوا نفسكم وشوفوا انا فاكر نفسكم. زينب في الماراثون كانت عندها كم طاقه ايجابيه، دي شجعت ان ناس شاء على دخول الله. الكيتو ده وبجد يعني ياما كتير جدا، يعني يا ربنا يجيبنا بقى خير، لان الناس يلا خست على مجرد تشجيع على الناس. ان شاء الله. وانا بجد دكتور بجد شجع تتشجع، ده اللي رجعني تاني. شباك شجع، انزل اسكور تتشجع. بجد يعني زينب النهارده طالعه توعدني بإذن اولا، الله. وتوعد جمهورنا ان احنا نوصل تاني لحد مش 96، لا ان شاء الله تاني 60 بإذن كيلو الله. ان شاء الله. بإذن الله. زينب ما رجعتش تاني لحياتها القديمه، سوري، ما رجعتش اللي وزنها ما قبل الحلقه القديمه، لان هي رجعت لحد القديمه وطخنت 15 كام كيلو بقى من 95، 10 كيلو في خلال سنه. صح، 10 كيلو خلال سنه بعد الكيتو، بعد ترك الكيتو 10 كيلو في خلال سنه، زي اي حد ساب اي نظام، عشان بس تبقوا عارفين. بصوا يا جماعه، مش عيب اللي انت تقع، بس العيب اللي انت تتغافل، العيب اللي انت تسيب نفسك، العيب اللي انت يعني افشلوا يا جماعه عادي، يعني الفشل بدايه للنجاح. افشل بس قوم وكمل، مش اللي انت تقول لا انا مش هينفع، انا مش هكمل، انا مش هوصل. لا، هتوصل. ايه بقى التحاليل اللي طلبتها منك قبل ما نبدا كيتو تاني زي زمان عشان نشوف الجسم اخباره ايه في خلال السنه دي؟ طلبت منها صوره دم كامل. أيوة، صورة كامل ومخزون حديد في الدم، وطلبت منها كدني بروفايل، يعني وظائف كلى، وظائف كبد، وتحليل دهون ليبيد، دهون ثلاثيه وكوليسترول، عشان نشوف زينب في خلال سنه ونص مع اكل نشويات، مع اكل دهون، مع اكل سكريات، ايه الاخبار؟ زينب حاله من الحالات القديمه اللي فقدت من الوزن ما يقرب 35 كيلو ورجعت 10 كيلو. تمام، الحمد لله. في خلال سنه. وان شاء الله يعني بقى جايه بقى التزام التزام التزام. احنا عايزين نشجعها من موقفها. أيوة. ان هو شجعوها يا جماعه. تمام. الشباك على فكره والله شجعت يعني تتشجع. كفايه ان انا لما دخلت يعني استقبلني احلى استقبال يعني، وكان يعني مبسوط بيا. ولو انت ايوه طبعا من الناس اللي انا يعني اصلا انا خليتها مفاجاه اصلا، والله ما كان يعرف اصلا انا جايه له من الناس اصلا. اللي هي يعني انا بجد كان بتنزل معانا ماراثون، ان شاء الله طاقة إيجابية رهيبة، طاقة إيجابية فوق الوصف. فعلى وشك يا زينب خسست ناس كتير، مش هزار، الله يعزك، على وشك من الناس كتير جدا دخلوا في النظام وخسوا على إيه؟ على إيه؟ على مجرد تشجيعك ليهم بس. إن شاء الله. كتير شاء جدا الله. وعلى فكرة في منهم محافظ ومستمر، بس أنت اللي اتضربت العين بس. الحمد لله، هكمل بقى بإذن الله كده. شجعوني يا جماعة كده، وإن شاء الله مع الدكتور يعني بإذن الله، ومعاكم بإذن الله يعني بخير. فجماعة بجد الكيتو دايت احنا معاكم هنا في البيج لتصحيح مفاهيم الكيتو اللي الدكاترة الكتير فاهمتها لكم غلط. صح يا جماعة، أنا كذا حد يقول لي الكيتو غلط، كيتو ده مدمر، كيتو. قلت لهم يا جماعة الكيتو ده اللي أنا بقعد احنا سنة. احنا بقى ايه وظيفتي عشرة. وظيفتي أهو. أيوة، وكل لايفاتي لو خدت بالك أنا بشرح ببساطة، بشرح بسلاسة. قناتي على اليوتيوب واضحة وصريحة، الحلقة دي هتتحمل على اليوتيوب برضو. قناتي على اليوتيوب قناة دكتور أحمد عبد الباري، كل حلقة بتنزل حلقة فيها سلاسة وبساطة، وفيها نوع من أنواع إن الشخص ممكن يبدأ. كتير جدا يا زينب والله بيوقفني في الشارع يقول لي أنا خاسس معاك على قناة اليوتيوب. أيوة، بفرح لأن هدف القناة هدف ثقافي. اي حد كان مبطل ارجعوا تاني يا جماعه وابداوا تاني، ويعني كلهم والله مش شرط كيتو أحسن على فكره تركيب. ومش شرط كيتو، ولكن لو كارب ممكن. بالظبط. ويا جماعه صحتكم بالدنيا، والله العظيم صحتكم ونفسيتكم وحياتكم، اللي انتوا بجد يا جماعه دوروا على نفسيكم عشان تعرفوا تكملوا. اقول كلمه برضو، الكيتو ممكن يكون بينفعك لكن ما ينفعش غيرك. صح، خلاص.
او انت بتطبقيه صح وغيرك بيطبقه غلط. هو حضرتك قلتها، بلاش غشوميه، بلاش غشوميه، وشوفوا مين الكيتو ينفع لمين والكيتو ما ينفعش لمين. مش كل عمليه جراحيه بتتعمل تنفع لكل الناس، ولا كل دواء بيتعمل ينفع لكل الناس. في موانع استخدام، وفي قوه تحمل انديورانس، وفي تطبيق التعليمات جيدا. يبقى احنا عايزين منكم الاجي تشجيع لزينب ان شاء الله. شجع واحد شغل الفيديو ده عشان الناس ترجعه خلاص. وما تنسوش تعملوا لايك للقناه ولايك للفيديو وشير بقى خلاص، عشان زينب تتشجع ان شاء الله كده. ربنا يوفقكم وارجعوا تاني بجد وابداوا. مش مهم يا جماعه ان انتوا تفشلوا مره، بس اوعوا تفضلوا طول عمركم فاشلين. قوموا اقعوا وارجعوا تاني وهتنجحوا ان شاء الله وهتوصلوا ان شاء الله. وانا ان شاء الله دكتور يعني معاك من النهارده باذن الله لحد ان شاء الله ما اوصل لمثالي ونكمل باذن الله. ده وعد لزينب ووعد الوعد الحر دين عليه يا جماعه. من النهارده 10 قدامكم، انتظروا النهارده كام، 10/2/2020 عشان اللايف ده بعد كده هنقصه. و10/2/2000 زي ما بفاجئكم كده زي زياد بجيب لايفات كده ايه، واقعد اقسمها وفي الاخر تريك احطه ايه وهو شخص مثالي. والله يا جماعه عايزه اقول لكم بجد مفيش احسن من صحتكم فعلا. يعني ناكل حلويات، ناكل الاكل والله العظيم ثلاثه، يعني هو فعلا يعني اقول لك ايه، يعني هو سعاده مؤقته، لكن بعد كده فعلا خلاص خلاص بتشوف نفسك. بصوا يا جماعه، النشويات جايه من كلمه نشا، والنشا يعني سعاده بالظبط، هي سعاده مؤقته فعلا بجد. لا السعاده الصح بجد ان انت تبقى حابب نفسك، عايز تتقدم، عايز تغير حياتك، ان انت عايز توصل بجد ان انت تبقى قدوه. دي احلى سعاده بجد، أهم انت تغير أهم ان انت في الموضوع. فعلا تغير حياه ناس كتير، يبقى عندك يعني المصداقيه اللي هو مثلا يا جماعه زينب خست يا جماعه، لا يا دكتور انا جاي مش عارف ايه، بجد انا هرجع تاني كده باذن الله. وزمايلي فعلا اللي هم بطلوا او وقعوا معايا، يا ريت يا جماعه نبدا تاني وان شاء الله كده نرجع تاني نشوف بعض في الماراثون ونتقابل الجمعه الجايه. الماراثون بتاعنا الساعه 8:30 ان شاء الله الصبح، ان شاء الله. برضو في حلقه مع زياد علي خاصه في قناه اليوتيوب ان شاء الله. حضروا اسئلتكم من داخل القناه في الفيديو، اللينك بتاع الفيديو بتاع زياد، عشان زياد بيحضر الاسئله بتاعتكم وهيبدا يدخلها ان شاء الله بجد. ولازم انا فخوره بيك استاذ فكري، تنزل الماراثون الجمعه الجايه. انا جدا يا استاذ فكري، تنزل الاسبوع الجاي ان شاء الله. نشوفك بخير فعلا استاذ فكري. برضو استاذ حسنى من الناس اللي بتشجع بطريقه فعلا رهيبه في السوشيال ميديا، رهيب جدا. مستقبلك جدا، عايزين نشوفك بقى باذن الله بقى. ربنا يكرمه يا رب، وهنشوفك الجمعه الجايه ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.